هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله سابغ النعم وكاشف النقم وبارئ النسم، ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك يكافئ مزيد فضلك، لك الحمد في الأولى والآخرة، ربنا لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا، لك الحمد بمجامع الحمد كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، لك الحمد على نعمك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد عدد كل شيء، ولك الحمد ملء كل شيء، ولك الحمد زينة كل شيء، لك الحمد في الأولى والآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جبار السماوات والأرض، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده المصطفى ونبيه المرتضى صلوا عليه، كنا ضلالًا فهدانا الله به، وأذلةً فأعزَّنا الله به، وعالةً فأغنانا الله به. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على سيدنا محمدٍ وآله في الأولين، وصلِّ عليه وآله في الآخرين، وصلِّ عليه وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي عليين يا ذا الجلال والإكرام. وارضَ اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فاتقوا الله أيها الموحدون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها الآباء، أيها الإخوة الأعزاء، تكلمنا في الخطبة السابقة عن بعض الدروس المستفادة من إسراء النبي ومعراجه، نواصل الحديث وندندن حول درس من أهم الدروس، وهو أن معراج النبي كان جبرا لخاطره صلوات ربي وسلامه عليه. بعد أن ادلهم الخطب وأظلمت الأرض في وجه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، كأن الله عز وجل يقول له: يا محمد، إذا كانت قد ضاقت بك الأرض فقد اتسعت لك السماء. فأسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما أجمل أن نتحدث عن عبادة من أهم العبادات، بل هو طريق من أقرب الطرق إلى الجنة ومن أيسرها، بل هو دليل على إنسانية الإنسان. أقول لك: إن كنت تفعل هذه العبادة حتى لو لم تكن مسلما، فإن ذلك يدل على إنسانيتك. ولذلك قلت قديما وما زلت أقول: إن الإنسانية هي قبل الأديان، الإنسانية قبل الدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إنسانا قبل أن يكون نبيا. ألا ترون إلى خديجة رضي الله عنها لما ارتجف النبي في غار حراء وجاء وشكى إليها؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وأخذت تعدد من صفات النبي إنها جبر الخواطر، حينما قال عليه الصلاة والسلام، وحينما قالت: لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتطعم الضيف وتحمل الكل وتنعين على نوائب الدهر. ولله در سفيان الثوري حينما قال: لا أعلم عبادة يتقرب بها إلى الله أفضل من جبر الخواطر. ليس هناك عبادة
يتقرب بها إلى الله وتدخلك الجنة من أقرب الطرق كعبادة جبر الخواطر. ولذلك توالت الآيات في كتاب الله كيف جبر الله خاطر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وكيف جبر خاطر أنبيائه. فالله عز وجل سمى نفسه بالجبار، والجبار له معنيان: جبار على الظالمين، وجبار للمظلومين. فكأن الله عز وجل قاهر فوق عباده على الظالمين، والله عز وجل يجبر الكثير ويغني الفقير ويجيب السائل، بل ويجيب المضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ جبر خاطر زكريا بعد طول عمر، وبعد أن شاب شعره واحدودب ظهره، فدعا زكريا عليه السلام فجبر الله خاطر زكريا. جبر الله خاطر يوسف وهو في البئر، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. جبر الله خاطر سيد الخلق وهو ذاهب وخارج من مكة بعد أن انكسر قلبه وخاطره: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. جبر خاطر سيد الخلق حينما ولى وجهه شطر مكة، ولكم أن تتأملون في الآية وقفت عندها مليا. قال عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ولم يقل أرضاها أو نرضاها، بل ترضاها أنت يا محمد. وهذا جبر لخاطر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. جبر الله خواطر جميع أنبيائه، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا جبر الخواطر. عبادة من أقرب الطرق إلى الجنة عبادة جبر الخواطر كما سيأتي. النبي عليه الصلاة والسلام كانت فتيات الأنصار تأتي إليه بعد أن يصلي الفجر بماء الوضوء، ولا حاجة له في الماء. يعمل النبي عليه الصلاة والسلام، يضع يده في الماء ثم يمسح وجهه جبرا لخواطرهن، فكأنه لا يريد أن يكسر هذه الخواطر. هل دار بخلد أحدكم أن النبي تزوج سودة بنت زمعة بعد السيدة خديجة مباشرة؟ زوجها السكران ابن عامر كان في الحبشة، مات في الحبشة، وكان سنها 55 سنة السيدة سودة بنت زمعة، ولا جمال لها ولا مال ولا حسب ولا نسب، حتى تعجب أهل المدينة من زواج النبي بسودة بنت زمعة كما قال أهل السير. هل تدرون لما تزوجها؟ تزوجها خشية أن تضيع جبرا بخاطرها. هكذا عليه الصلاة والسلام لما كانت الهرة الصغيرة القطة تأتي إلى سيد الخلق وتريد أن تشرب، ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يميل لها الإناء فتشرب ثم تنصرف. هذه عبادة جبر الخواطر التي هي من أهم أسباب دخول الجنة. بل إنني أقول إن عبادة جبر الخواطر دين ودين، دين نتقرب به إلى الله، ودين تجني ثمرته في الدنيا قبل الآخرة. تجني ثمرة جبر الخواطر في تفريجك لهم مهموم، أو ابتسامتك في وجه شخص، أو مواساتك لإنسان، لأن المواقف وقت الانكسار لا تنسى أبدا. مواقف الجبر وقت الانكسار لا تنسى أبدا. أمنا عائشة تتحدث عن نفسها بعد أن خاض المنافقون في عرضها، خاض المنافقون في عرض عائشة، قالت: ظللت شهرا كاملا وأنا أبكي حتى لقد تقلص دمعها. فبينما هي كذلك قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فجلست تبكي معي ولم تتكلم بكلمة، شاركتني في البكاء. قالت عائشة: والله لن أنساها لها أبدا. وكعب بن مالك
من الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة أن يكلموهم، بينما كذلك بعد 50 يوما نزلت توبته من السماء. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، بينما هو كذلك نزلت توبته من السماء، قال: فدخلت المسجد فما قام لي إلا طلحة وهنأني وعانقني، والله لن أنساها لطلحة أبدا. لأن مواقف الجبر أنتم جميعا لا تنسون ثلاثة: لا تنسى من وقف معك في محنتك، ومن تخلى عنك في محنتك، ومن كان سببا في محنتك. لن ينسى الإنسان أبدا شخصا جبر خاطره في وقت انكساره. هذه عبادة من أهم العبادات أيها الموحدون. فمن جبر جبر، ومن كسر كسر، ومن أسعد الناس أسعده رب الناس، ومن شق على عباد الله شق عليه رب العباد. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه؟ لأن الناس عيال الله، وأحبهم إلى الله عز وجل، أقربهم إلى عباده، أو كما قال: صلوات ربي وأنفعهم لعباده. أيها الموحدون، إن جبر الخواطر يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، بل سبب لتفريج الهم ورفع البلاء عن العبد. والدليل قول أمنا عائشة: والله لا يخزيك الله أبدا. هل تدرون لما أنقذ الله يوسف عليه السلام من السجن، من غياهب السجن وغيابات الجب؟ السبب في ذلك أن يوسف كان جابرا للخواطر، والإحسان في أبهى صوره هو جبر الخواطر. إنا نراك من المحسنين أجابر للخواطر، حتى أصحاب السجن صاحبي السجن عرفوا بأنه جابر للخواطر. نبئنا بتأويله: إنا نراك من المحسنين أجابر للخواطر. هذا جبر الخواطر يدخل الجنة أوسع الأبواب. أذكر لكم قصتين، قصة قديمة وقصة حديثة في جبر الخواطر. أما القديمة فعن الشبلي، الإمام الشبلي عالم من علماء الأمة الأفذاذ، ذكر بعض أصحابه أنه قال: رأيته في المنام، فقلت له: ماذا فعل الله بك يا شبلي؟ قال: أوقفني الله عز وجل بين يديه وعفى عني. فقلت: يا رب، لما عفوت عني؟ أبي صلاتي يا رب؟ قال: أوقفني الله بين يديه ثم قال: يا شبلي، أتدري لما عفوت عنك؟ قال: قلت: يا رب، صلاتي وصومي وحجي. قال: لا. قلت: يا رب، توحيدي لك. قال: لا. قلت: يا رب، طلبي للعلم. قال: كل ذلك لم يكن، أو كل ذلك طاح. فقلت: يا رب، هذه أمور كنت أعقد عليها الأمل، فلما غفرت لي؟ قال: يا شبلي، أتدري في يوم كذا، في ليلة كذا، في شتاء قارس، وجدت هرة صغيرة تنزوي في سكة من سكك بغداد؟ قال: فأخذتها من البرد الشديد فوضعتها في كساء لك. قال: قلت: يا رب، أذكر ذلك. قال: قد غفرت لك بهذه الهرة، بسبب رحمتك لهذه القطة. الحيوانات في الشوارع يا جماعة أمة من أمم الله عز وجل، كما قال عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. إياكم أن تكسروا خواطر حيوانات تتألم ولا تتكلم، عجموات تئن ولا يعلم أنينها إلا الله. فقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها، ودخلت امرأة أخرى بغي الجنة في كلب سقت. تأملوا عبادة جبر الخواطر، سبب لتفريج الهم. قصة ذكرها بعض الدعاة عن أستاذ بجامعة المنصورة،
أستاذ جامعي قال: يوما ما أحسست بألم شديد في القلب، قال: فبعد ذلك أصر أهلي جميعا أن أذهب إلى لندن. ذهب إلى لندن وعمل كل الفحوصات، وكان هنالك انسداد في الشريان، فما كان منه إلا أنه قال للأطباء وللطبيب المرافق: لي بعض الحاجات في مصر، هرجع وسأوصي أولادي بها. قال: فبينما أنا كذلك أذني لي أن أذهب في خلال أسبوع وأعود مرة أخرى. فلما عدت زرت صديقا لي في مكتبه، وبينما أنا كذلك أنظر من شارفة المكتب وجدت امرأة عجوزا. هذه المرأة حدودب ظهرها وهي عند الجزار في كيس أسود تلتقط قطع اللحم من عند الجزار، كلما سقطت قطعة من الدهن أو اللحم وضعتها في الكيس. قال: فرق قلبي لهذه المرأة. ثم نزلت من عند صديقي فسألت عنها، فقالت لي: أنا امرأة أربي 7 من الأيتام، بنات 7 من الأيتام، وما أكلوا اللحم منذ سنة، من سنة ما أدخلت عليهم اللحم. قال: فبكيت، وبعد ذلك أعطيت للجزار مصاريف سنة كاملة، في كل أسبوع تأتيك وأعطيها 2 كيلو. قال: فذهبت بعد ذلك وسافرت إلى لندن، وهنالك أجر الفحوصات لإجراء العملية. قال: فاستغرب الطبيب حين ذاك، وكان أشد الغرابة أن الشريان قد اتسع بفضل الله. قال: قلت بعد ذلك: بكى بكاء مرير. قال له: ما الذي يبكيك؟ قلت: والله لا أعلم شيئا أنجاني إلا جبر خاطر هذه المسكينة التي تربي الأيتام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه قريب مجيب. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها الموحدون، ما زلنا مع عبادة هي من أسهل العبادات. أقول لك: إن أعطاك الله نصيبا من جبر الخواطر فقد نجوت، إن كنت جابرا للخواطر فقد نجوت، لأن جبر الخواطر سبب لدخول الجنة، فمن جبر جبر. تأملوا في القرآن الكريم، ربنا عز وجل يحدثنا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. إيه معنى الآية؟ يعني لو حضر تقسيم التركة بعض الأشخاص من الأقارب وليس لهم نصيب في الميراث، فلا تكسروا بخاطرهم وأعطوهم، حتى لا تكسروا بخاطرهم. أرأيتم إلى أي حد يريد الإسلام من خلال ذلك؟ لأن كسر القلب لا يجبره إلا الله. الأطباء يجبرون العظام، أما رب الأطباء فهو الذي يجبر الكسير ويغني الفقير. وتأملوا في حياة الأنبياء وفي حياة سيد الخلق، كما روى البخاري ومسلم: ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فقال لا. ما قالش لا أبدا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لما يأتي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله صل على أبي، هل تعرفون من هو عبد الله ابن أبي ابن سلول؟ هو رأس النفاق، هو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هو الذي خاض في عرض عائشة وصدع جدران بيت النبوة. عبد الله ابن أبي ابن سلول هو الذي انسحب بثلث الجيش في غزوة أحد. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق،
وبالرغم من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ابنه عبد الله يا رسول الله صلي عليه، ما كان من النبي إلا أنه نازع كساءه وكفنه فيه ثم اقترب وصلى عليه. عمر جاء وأراد أن يحول بين الجنازة وبين سيد الخلق، قال تأخر يا عمر فإني قد خيرت فاخترت. والله عز وجل يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ودل ذلك نزل بعدها ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. جبر النبي خاطر عكرمة، عكرمة بن أبي جهل، عكرمة أبوه أبو جهل فرعون هذه الأمة بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة يسبون أبا جهل، فلما أسلم عكرمة نهى النبي مراعاة لشعور عكرمة وجبرا لخاطره. جبر النبي عليه الصلاة والسلام خواطر الأنصار، قسم في حنين بعض الغنائم فلم يعط الأنصار شيئا ووكلهم إلى إيمانهم بالله وأعطى المؤلفة قلوبهم. ما كان من الأنصار إلا أنهم وجدوا شيئا في صدورهم، فصعد النبي المنبر وقال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة أو الشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ أما والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار حتى اخضلت لعاهم بالدموع فقالوا رضينا بالله قسما وحظا. جبر النبي خواطر هؤلاء، جبر الخواطر لمسات حانية تغزو القلوب، تريد أن تفتح قلبا لشخص أجبر خاطره بابتسامة صادقة صافية أو بكلمة. حتى وسائل التواصل الاجتماعي الآن، وسائل التواصل الاجتماعي تستطيع أن تغزو قلوب الناس بتعليق على منشور أو عدم هتك لمستور أو تهنئة لشخص أو تعزية له. هذه عبادة جبر الخواطر. لما تدخل على وسائل التواصل الاجتماعي انوي هذه النية انك تعلق لفلان بسبب انك انت تأخذ اجر في جبر خاطره، اتعلق على صورة فلان تريد ان تأخذ اجرا لجبر خاطره، وهي من أهم العبادات. أسأل الله عز وجل بأحب أسمائه إليه أن يردنا وسائر الناس إلى دينه مردا جميلا. اللهم ردنا وسائر الناس إلى دينك مردا جميلا. اللهم يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا كاشف الكروب، نسألك اللهم أن تكشف الكرب عن إخواننا في فلسطين، اكشف الكرب عن إخواننا في فلسطين. اللهم عجل بنصرتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالصهاينة المغتصبين. اللهم لا تقم لليهود في فلسطين راية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم اكسر شوكة اليهود، اللهم اكسر شوكة اليهود، اللهم اكسر شوكة اليهود، وعجل بزوال دولتهم يا ذا الجلال والإكرام. شتت شمل اليهود، أنزل بهم ما أنزلت بآبائهم الأولين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. رحماك بالمستضعفين في غزة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم. اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا. احفظ على مصر أمنها وجيشها واستقرارها وبرها وبحرها وشبابها ونساءها. احفظ على مصر نيلها وجوها وأرضها برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. ورثنا يومنا بالذكر غرسا، فما أحلى ثمار الغارسين. وجدنا راحة في النفس لما تلقينا الصباح مكبرين.